الصيف في وش الرياح ما وقفش تكديفة لا الروح تعبت ولا كلت سد بابك تحت فبرجليك حالف تخلي الزمان يمشي على كيف يمشي على كيف هو الزمان عمره مع حد ادو خد ولا الزمان عمره مشى على كيف حد هو الزمان عمره مع حد ادو خد ولا الزمان عمره مشى على كيف حد لا الشمس رجعت مرة في كلامها ولا في يوم هربت من أيامها لما العدا تنظرك تفاركها أحلامها ياللي المناه تبجد طبعك شتات صيفها ما وقفش تكديفك لا الروح تعبت ولا كلت مجاديفك كلت مجاديفك كلت مجاديفك كلت مجاديفك ندهت لقيت نفسك نسيت أهلك ومشيت ورا حلم تستاهل ويستاهلك لو النيران انطفت تصرخ بها تولع وتخش في لهيبها لا تنضر ولا تهلك تعب وبدات في الزمن هربت يا عيسى انت وهواره تلات ليالي ما عرفوش يكروا ناحيتنا وكروا ناحيه ابو الذهب وعلي كذا مره شديد يا عيسى وانت كنت بتاخد الاوامر من مين يا عيسى من علي ولا صالح ما حدش له امر عليا غير الشيخ همام وبس قلت لهم الاول حددوا مطرحي وقولوا مهمتي بعدها ما حدش يزيد ولا ينقص جدع يا عيسى وعلي كان عامل معاك ايه عينه علينا زي ما كانت عينه على عدوه ويستعجب من ديش نويسكو مات من تلانا كتير سبعة يا شيخ العار إنا لله وإنا إليه راجعون حدد لي مطارحهم وبيوتهم واحد واحد
معايا يا شيخ اسماعيل. معاك يا شيخ العرب. وعلي بيه هيبلغك السلام وتجدد العهد، وهيقول لك الدايره جربت تكمل. دايره؟ وعلى الباغي تدور الدوائر ان شاء الله. انفد براسك يا بك. علي بك وصالح بك دخلوا القاهره. ياه اخيرا. مبروك عليك المحروسه يا علي بيك، ومبروك عليك جرجة يا صالح بيك. الاول يا صالح بيك، ايه رايك في شيخ العرب همام؟ راجل عظيم، اسهد الصعيد. هنشوف هنشوف. ابو الدهب. تمام علي بيك. راس حسين بيك وخليل بيك تكون عندي المنتهى بسرعه. احنا جايين نعزيك في ولدك يا شيخ، عظم الله اجرك. شكر الله سعيكم. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. كل خير وفضل من ربنا. تفضلوا خدوا واجبكم. موت عيالي منك لله، مش هتخشوا بيت الا بجيب عيالي. حشم يا مره، ده قضى ربنا. تفضلوا خدوا واجبكم. كتر خيرك، ربنا يقويك. بتقول هربوا على طنطا؟ تمام علي بيك، هربوا على طنطا. لا، يتجابوا يتجابوا يا والدهب، مفهوم؟ امال فين مكافأة جوجو بيك؟ احنا طول عمرنا مملوكين في روح واحدة علي بيك. طبعا طبعا، مفهوم مفهوم. واعلم يا بيك انهم الليلة غافلون، ونوبات الحراسة لدى حسين كشكش بالناحية الشرقية يكثر بها الهرج ويقل انضباطها قبل الفجر كل يوم. خدمات جليلة يا جوجو بيك. أنا غرضي عودة الحق لأصحابه، وأنت صاحب حق علي بيك. آه طبعا، مفهوم برضو. إيه رأيك نقرا دي كمان؟ واعلم حسين بيك كشكش ان اخت ابو الدهب توفيت الليله، وهو سر مما يجعل اختفاء فتره الدفن فقط فرصه كبيره لكم، لان كثافه الحرس في البرج العاشر لدى ابو الدهب وجن علي تقل جدا في هذه الاوقات. علي بيك دي دسيسه دسيسه. علي بيك اهدى يا جوجو بيك. حلوة قوي إشاعة موت أختك دي يا والدهب. علي بيك أنا طول عمرك محتار بين الحبال يا جوجو بيك. أبو الدهب خلصه من حيرته إلى الأبد. علي بيك أرجوك أرجوك اسمعني. إن الله لا يحب كل خوان أثيم يا جوجو بيك. أرجوك علي بيك خدوه. أرجوك علي بيك علي بيك أرجوك. مرتاحة يا خاتون هانم في بيت الشيخ يوسف؟ كتر خيرك، مش عارفة أودي جمايلك دي فين. لا جمايل ولا حاجة، هتفضل منورة بيت الشيخ يوسف لحد ما يتبني البيت الجديد لحضرتك. خليتك في بيت أغلى الناس. ربنا يجازيك خير يا شيخ همام. كافة شيء تعوزيه شيع مرسال من الخدمة اللي عندك. صدقني أنا حسيت بطعم الأمان هنا. إحنا في الخدمة. سلام عليكم شيخ همام. ممكن سؤال؟ تفضلي. مين الشيخ سلام؟ دي أخويا الله يرحمه. ما حكولك عنه؟ لا، ما حدش حكالي عنه حاجة خالص. ما أنا عرفتك إيه؟ شفته في المنام كذا مرة من أول يوم جيت فيه هنا. سبحان الله، هو مليان وشه بيضحك كأنه طفل. أيوه هو، سبحان الله. قالك حاجة؟ قال لي أقول لك أصبر. أصبر؟ أصبر عليه؟ ما عرفش، يقول لي كده ويمشي، يقول لي قول الهمام سلام بيقول لك أصبر. حاضر اصبر. سبحان الله لا اله الا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خليل بيك القصدغري وحسين بيك كشكش لازم يموتوا يا ابو الدهب. لكن دول مستجيرين بمقام السيد احمد البدوي يا مولاي. يا علي بيه دول استجاروا بالمقام، ارجوك. ايوه صحيح، والمستجير بمقام كبير ما يموتش، وإلا أصحاب السيد البدوي هيزعلوا مننا خالص. الله، بس في نفس الوقت لازم يموتوا. نتصرف فيها إزاي دي يا أبو الدهب؟ أوامرك بك؟
أنا أقول لك، أنت في الأول تديهم الأمان وتسيبهم يخرجوا قدام الناس في أمان الله ويوصلوا للمكان اللي هم يختاروه ويستريحوا ويدوقوا طعم الزاد، ولما يستريحوا ريحهم للأبد. أنت بقى يا أبو الدهب. يا علي بيه، النفي أو الطرد كفاية. أنت الظاهر إن عشرتك لآل الصعيد خليتك طيب القلب قوي يا صالح بيه، خليتك تنسى مين هما خليل بيك وحسين بيك. دول حربوك وسموا الشيخ الحفتي داين تدان يا شيخ العرب. قصدي يا صالح بيه، النبي يا شيخ طمني، عامله ايه خاتون هانم؟ بخير، زينه، مبسوطه. ربنا يزيد انبساطها ويهدي سرها بعريس ولد حلال يكون شيخ عرب قد الدنيا. ايه لو ليها في الدنيا كنت سابت علي بيه ليه؟ لا ما ينفعاش علي بيه، اللي موصف لها يا عيني صعيدي. حاجة صغيرة صراحة، هتغير علي. اللي ودك هناك يا همام؟ هتطمن عليها، شوف لو عاوز حاجة. تطمن على ايه؟ وليه يا ولد عم تعذب روحك وتطمن؟ ما تتجوزها على طول. ايوه الهاوسة اشتغل، دي عايشة في ذكر الله، حرام عليكي. ليه مش مرة؟ ايه غرضك قول؟ ليه؟ شافت الشيخ سلام في الحلم. شافته؟ اسم الله عليها. وتعرفه من فين دي؟ ولا جه في الحلم وقال لها تتجوزي همام؟ دي وصفته بالظبط، قال لها انا سلام وقال لها تقول لي اصبر. اصبر على صالحه طبعا. لا، قال لها تقول لي اصبر بس، اصبر عليا صالحه. تصبر انك ما تروحش عندها تاني، ولو ما صبرتش اخرب الدنيا عليك وعليها وعلى احلام الست السهتانه دي اللي كل شويه توجع راجل من عثمان بيه لعلي بيه لهمام بيه. ليه من روحك يا صالحه؟ ما تتكلميش على واحده طيبه تعرف ربنا كده. همام، ليه من روحك؟ اقول لك ايه غرضك؟ تضحك على ايه؟ اه يا مرة، انا 70 سنة وانت داخلة على 60، اختشي. اسمها فوق 50، ولو كنت عظمة جفة غير عليك، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع اوي، اجله بتديني امل. انت الامل كله يا شيخ العرب. عليم قلبها عمران ومخها فارغ. شفت الرجع على الكلب. صح، ركع القلب. وما فيش في القلب غيري يا صالحة. آه يا شيخ سلام، أصبر عليه بس. او كده الجن ما يقدرش يعرف يوصل اللي يهرب هنا. عيسى اتحشر، ما اتخلقناش احنا عشان نهرب، ده معمول تأمين الجوت والسلاح وتهريب الحريم بس لو حتى من المحتوم. وادي ابو الدهب وصل من طنطا يا سيدي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا سوقت الله، لا 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 لا، كثر القتل وقل الخير وانتشر الفقر ومات العلماء وقلت اللحم وكثر الفول وطالت الآذان وظهرت الزيول، أزفت الآزفة وصار العبيد ملوك والملوك عبيد. يوم القيامة جه واتقال لي يا شملول، بلغ الرايح والجاي بإن يوم القيامة
الاربع اللي جاي. خد يا مهدوم هتعمل خير. هيقولوا طلع اشاعه بحري ان يوم القيامه يوم الاربع الجاي. لو قامت القيامه واحنا مع بعض يبقى خير كبير. اسمعي، بارك الله فيك يا همام. فكرتني بصالح بيه، كان دايما يسال يوم القيامه الاحباب فين. في الحجاوي لما قلت له الأحباب مع بعض. صح يا همام؟ لا صح، ده كلام حضرة النبي الشيخ الحفني محفظني الحديد بنفسه. المرء مع من أحب. الحمد لله، بشرة كبيرة والله. والله توحشت قوي صالح بيه. أهو علي كسب المعركة وكلها أيام ويرجع بالسلامة. الدنيا غريبة قوي، كل يوم بحال. عارف مين اللي عاش براها؟ عاش براها ومات براها. الله يرحمه. لا قدرت احببه في الدنيا ولا قدر يقلعني منها زيه. كل واحد اتخلق عشان حاجه، هو اتخلق لله وانت اتخلقت عشان تراعي حوايج الناس وتشيل حمولها. تقيله قوي الحموله يا ولد عمي، تقيله تقيلة على الخفيف وانت سبع. ساعات ابقى عاوز البس جلابيه الشيخ سلام واروح اقعد في منطقه الشيخ يوسف وما اطلعش منها ابدا. واه، ونروح فين؟ بلاك مالناش صرفه. ما هو ده الوجع يا اسماعيل، اللي شايل حمل لا قادر يدليه ولا قادر يكمل بيها. كل دقيقه عايز يرميه، وكل دقيقه عايز يطير بيه في طريق ملهوش اخر. مالك يا ولد عمي؟ قلقان يا اسماعيل، قلقان. الشيخ سلام هيشيق مراسيله. الشيخ سلام؟ الشيخ سلام الله يرحمه، اسم الله عليك. ايوه، راح لحد وقال له يقول لي اصبر. كلنا صابرين. خير خير يا شيخ العرب، الصبر جميل. خير ان شاء الله. مين اللي يصبر يا همام؟ مين؟ انت ولا انا؟ اصبر على اللي انا فيه ومفاتيح الانفاق اللي في يد عيسى، ولا تصبر انت على اسماعيل اللي ما لاقيلهوش مطرح غير القعده معاك والحديث في تفسير الاحلام؟ مين اللي يصبر يا ولد عمي؟ مين فينا؟ علي بيع هيبلغك السلام وتجدد العهد، وهيقول لك الدايرة جرب تكبر. سلام بيقول لك اصبر. كلنا صابرين. خير، الصبر جميل. خبري يا همام، طالب في السقف وساكن. أدور على النوم ما لقيهوش يا ولد جم. غمض عينيك وقول يا رب. يا رب يا رب يا رب. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، نورت قصر يا صالح بيك. اهلا 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 بشريكي وصحبي وصديقي، اهلا وسهلا. اتفضل يا صالح بيك، اتفضل اتفضل. بيقولوا يوم القيامة بكره، فقلت أشوف صديقي قبل الدنيا ما تخلص. صديقك فعلا يا علي بيه، وأعز صديق كمان. قولي، عوام مصر ليه بيقولوا إن القيامة بكرة؟ من كتر اللي شافوه، الفقر والخراب بيخلوا الناس يستعجلوا يوم القيامة. هي الشوارع فاضية بجد؟ من بيتي لحد بيتك هنا ما شفتش مخلوق واحد. واسع قوي خيال عوام مصر، غريبة يا أخي.
اتفضل يا صالح بيك، العشاء جاهز. اتفضل. اتفضل حضرتك. اتفضل. يا سلام. بلغني جناب شيخ البلد انك بتدبر لقتله. انا؟ انا؟ اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم يا راجل، حرام عليك، ده احنا بينا وبين بعض عهد وقسم. انت نسيت ولا ايه؟ احنا رفقاء سلاح. رفقاء سلاح؟ طب ما خليل بيك وحسين بيك كانوا برضو رفقاء سلاح. لا انت غير، دول استنجدوا بمقام السيد البدوي وطلبوا الامان، مع ذلك ومع ذلك الدخول كان لازم يبقى بمنتهى القوة. اي تهاون معاهم كان هيضعف من قيمة النصر. ومع ذلك تعال هنا. تفتكر يعني لو هما كانوا كذبوا كانت راسك وراسي موجودين فين دلوقتي؟ فوق كتافنا؟ ابدا، حتى لو استنجدنا بمين. طيب هو انا هرجع الصعيد امتى؟ يا سلام، في اي وقت، من بكره لو حبيت، وانا عند وعدي. طيب استاذن انا بقى. ابو الدهب، وصل صالح بيك لغايه بيته، وخد معاك تشريفه لقياده احمد بيك بوشناق علشان يحرسوه ويزينوا رحلته لغايه باب البيت. وبكره لو ما قامتش قيامه صالح بيك هيسافر على جرجة بالسلامه. مع السلامه. مع السلامه يا صديقي، والقلب داعي لك. انت لسه نايم؟ ما تقوم تشوف صاحبك. قوم. اسم الله عليك، مالك؟ ما ماليش، وانا نمت كثير. لسه الفجر ما يدانش. خير يا رب يبقى خير، يا رب يبقى خير. نام يا حبيبي، نام. النوم معادين الليلة دي، كل ما عيني تغفل يجي ويصحيني. هو مين اسم الله عليه؟ الشيخ سلام يا ورد اليمن، الشيخ سلام. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا بوي يا بوي. ليلى ليل ليل ليلة. وانت صاحي بتفكر فيها، وانت نايم بتحلم بيها. ما اقدرش استحمل غيابك وانت جنبي طول العمر يا جابر. ليلة سامحني، لو ما كنتش شفتها كنت استحملت. ليلة Thank you.
كلب خان عهد الله. لا اله الا الله، موت صالح بيه خسارة كبيرة والله، موت الرجال خسارة كبيرة. علي بيه خان عهد الله يا اسماعيل، غدر بيمين ربنا. ايوه، تجمع الاشراف والفلاحين والعرب والهوارة والحمادات والبشرية والتتر والغجر والجعافرة والعبابدة، كل من لينا فيه علقة أو نسب أو صلة أو معرفة أيا كان أصله أو دينه، مسلم نصراني عربي تركي كله. علم يا شيخ العرب، دم صالح بيه حسه على رقبة يا إسماعيل. نظام ليلى، هلال، نظام، نظام، عزت له ميرالاي علي بيك شيخ بلد مصر وواليها الى شيخ العرب همام. من بعد السلام اعلم اننا ملكنا المحروسه واراد لنا الجبار تمام الملك والظفر، وعليكم السمع والطاعه وتنفيذ كل امر، والامر منا لكم بطرد من لديكم من مماليك واقتصار حدود نفوسكم على برديس وما يليها من الجنوب، والتنازل عن كل ما هو شمالها إلى المينيا، والتسليم بالتبعية لعاملنا أيوب بيك في جرجة، وآخر أوامرنا رد جريتنا المصونة خاتون والتي أقامت لديكم على سبيل الضيافة. ده قلة أدب. أنا في انتظار ردكم. ردي، وأنا أحب بحكم العشرة أني تكون للنصيحة. رجوع خاتون هانم يا شيخ العرب كبداية يعفيكم من مخاطر كبيرة. بص يا أبو الذهب بيه، قول اللي شيعك، ولا أقول لك ما تقولش، أنت هتتكسف منه أستاذك، وبرضه عيب تقول له بالحنك كده. هو بعد جواب رسمي، والرد لازم يبقى رسمي، ولا ايه يا شيخ اسماعيل؟ صح يا شيخ العرب. اكتب يا بولس. حاضر يا شيخ العرب. من شيخ العرب امير الصعيد ركن الغلبان وملجأ الفقير همام والد يوسف احمد الهواري، والحمد لله نقدر نكتب اسمنا من همام لحد ادم عليه السلام، الى المره عديم الاب والجدود خاين العهود ملعون ظهر اللي جابك. ها اكتب. ملعون ظهر اللي جابك. أما طلبكم رجوع المرة المستجيرة، فإني أعلمكم يا مرة بأن المرة عند راجل مش مرة، ولا نرد مستجيرة، ولو راجل تعالى
ويوم ما جيتني وانت مرة في لبس الحليب. اما ملكي اللي انت مشيع تحدده فهو ليس لك ولا لجدودك الغير معروفين، واما التسليم فليس لك ولا لتابعك ولا المخلوق في الدنيا، واما الهربين عندنا فهم مماليك زيك، وقد امرنا بمغادرتهم البلاد لاننا بناسنا هنحاربوك والعقر دارك نجوك، ولا سلام من الرجال على الحريم، الفقير لله والغني به عن امثالك همام والد يوسف احمد، وكمل للجد الميه وديه لابو الدهب. نظام وقت عالي وراح على فين يا نظام؟ سيبني بحالي عيش حياتي مع عيالي وعيش حياتك انت مع الاوهام. وماله عيش حياتك بس واخده معاك حته من حياتي ليه؟ سيبني يا جابر ابعد عني. قول اللي انت عاوزاه جوا بيتي قدامي. عيالي مش من غير ابو عشان تاخديهم وانا نايم وتمشي. انت غايب عني على طول حتى وانت جنبي. جابر اللي يجي يوم ويتقال عياله عدمات الابو عايزه تهمليني وترجع جايه للي يدفع اكتر همليني. همالي لي وحدك خفيفة. البيع والشراء عاوز الخفيفة. مين هيشتريكي بعيالك؟ في راجل يربي عيال؟ ولا في جواري تربي عيال. أنا يا بنت الناس اللي رباني الجبل لا أم ولا أبو، واللي رباه الجبل يربي عياله. سيبني وسيب عيالي يا جابر. عشرتيني وعشرتك يا بنت الناس بالأدب صح من غير حب من غير حب لكن بالأدب. عمري ما زعلتك ولا كذبت عليك. وموتني عايشتني جنبك وانت مش شايفني. انا لا هفية ولا عويل عشان تاخد عيالي وتهربي تهربي زي الحرامية. انت ضعيف لا تقدر تحمي روحك ولا تحمينا. كنت حامتنا لما ابو حبيبتك ولع في بيتنا. ما تطلعيش الشر اللي حبسه جوايا من سنين وخلي عيشتك تنتهي معايا من غير اذى. هات عيالي. مالكيش في رقبة عيال. روح لسوقك الرجالة تعوزك. هات عيالي. لا انسيهم احسن. انت مسكين قلبك تلف وهوى المجنونة. بنت الراجل بيعاملك معاملة الكلاب وانت لسه بتحلم بستك المجنونة وانت نايم وانت صاحي زي المهابيل. انت طالق يا نظام طالق بالتلاتة وتحرم عليا اليوم الدين. لا عايز اشوفك لا في دنيا ولا في اخرة. اخد عيالي. اطلعي برا بيتي. اطلعي روح لسوقك. طب اخدهم في حضني. خديهم في حضنك يا نظام وبعد كده روحي لحال سبيلك. روحي لحال سبيلك يا بنت الناس. يا بنتي ما كلتيش؟ مالك؟ ما عترديش عليا ليه؟ مالك؟ انطقي مالك يا بنت؟ ليلى ليلى مالك يا بنت؟ الحقوني يا ناس الحقوني يا هو. ده جواب يقوم القيامة ويخلي المية تجيد نار. هو اللي بدأ أمنته وخاني وبعد كمان يفرض شروطه. اللي في الجواب كله مفهوم ما عدا حاجة واحدة بس. المماليك اللي قلت له ما أمرتهم يسيبوا بلادنا. كيف وانت ما أمرتهمش؟ انت ايه غرضك يا أمان؟ غرضي زي ما قلت له يسيبوا بلادنا. يسيبوا كيف وهم سلاح في يدينا؟ عشان يقعد زيك كده يجلب راسه يمين وشمال لحد ما انفد انا بغرضي. ايه غرضك يا همام؟ هتعرف يا اسماعيل هتعرف.
طيب وايوب ايه اللي قاعد في جرجده؟ زمايله يكفونا شره. عمري ما كان لي غرض برا ارض وناس، لكن حتمت الايام وانا زي ما انتوا خبرني ما تلويش دراع الايام، ولو عاوز اروح القلعه في المحروسه وانام في سرير الباشا وريح كم ليله وارجع اعملها عشان يدوق المغرور اللي في بحري مر الغدر بالصعيد. امبارح شيعوه يقولوا لي سلم السلاح ونرجعوا الغرب المستجرين بينا ونعيشوا بأمرهم في الحتة اللي هم يحددوها. احنا الأكابر ولاد الكرام، والكرم مع اللئيم حرام. كيف الكلام ده؟ والله ما ينفع، والله ما ينفع. ولو قلنا امين هيقولوا شاطرين يبعتوا لنا كمان حريفكم نتسلوا بيها شوية، ولو سكتنا وقلنا يا ابوي السلام حلو هيشيعوا لنا قفاصة يحطونا فيه ويلفوا بينا البلاد يفرج الامراء والمماليك علينا ويقولوا لهم جوا القفص دي واحد شيخ عرب خلوه يرقص لكم ولا يتنطط شوية وادوا له حتة سكر. ولما يزهقوا الناس من الفرجة علينا هيذبحونا زي الخرفان في العيد. والله ما يحصل ابدا. ليه؟ ما عندناش كرامة؟ والكرامة مش بالحتة، يا تبقى كلها ليك يا لا. ما فيش كرامة بالأجل ولا كرامة على الماء. أيوه صح، أيوه صح. هم رهانهم على السلاح والغرور، وأنا رهاني عليكم أنتوا يا أولاد عمي، عشمان في أصلنا مع بعض وعشمان في خيانتهم لبعض. الحقني يا إسماعيل. مالك، خبر إيه؟ بنتك ما تنطقش. إيه؟ كيف يعني ما تنطقش؟ قاعدة ساكتة وعينيها شخصة والحديث على لسانها ما رضيش. وي آه يا ليلى، الدنيا ما وراهاش غيرك ليه يا ليلى؟ طل عليها وتصرف. شوف شيخ، شوف قسيس، أي حد يشوف بنتي مالها؟ أشوفها الأول. ليلى مالك يا بنتي؟ رد عليا، حد مزعلك؟ حد قالك حاجة عفشة؟ رد عليا يا حبيبتي، مالك يا ليلى؟ اسم الله عليكي ليلى، رد عليا يا حبيبتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. عظيم، جواب غريب قوي. غريب؟ التوصيف الأدق إنه مهين. مهين حبتين حبتين. اسمع يا ابن دهب، الراجل ومشي المماليك اللي كانوا موجودين عنده، خاتون هانم كده ولا كده هترجع لي. اما امام ذات نفسه فالايام بيننا. تمام يا فندم، تمام. الا قول لي يا ابو الدهب. تحت امرك يا فندم. يعني ايه ملعون ظهر اللي جابك؟ يا اعفيني يا مولاي. لا لا بجد بجد انا عايز اعرف. يعني سب في الاصل والاب والجدود. هاي معلومة برضو اتعلمناها. اسمع ابو دهب، انا عايزك تجيب لي خاتون هانم. خاتون؟ ازاي يا فندم؟ ازاي؟ معرفش، لكن انا عايز منك ثلاث حاجات. تعرفي المماليك اللي كانوا عنده مشوا راحوا على فين؟ تواصل مساعيك مع الشيخ اسماعيل،
وتجيب لي خاتون هانم. مولاي خليه يستنى شوية. احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ثلاث حاجات. المماليك، الشيخ اسماعيل، وتجيب لي خاتون هانم. تمام بك، حاضر. يلا بده خلص المواضيع دي، انا عندي مواضيع اهم. بنت مالها يا مولانا؟ والله يا شيخ العرب ما عارف، اللي هي فيه ربك بس اللي عالم بيه. جايز يكون مس. مس؟ مس يعني ايه؟ مس جن. جن عفريت روجها، فاهم؟ جاب لك جبنا كذا شيخ وحيس يخلصنا. طيب شيح هات بخور وهشوف، وربنا المستعان. اعمل اي شي خليها تروج وتنطق، فاهم؟ اهلا وسهلا، نورت المكان. ايه ده؟ أول مرة حضرتك تشرفت فيها بنفسك. ربنا مع الخلافة وصل مداها، والقيصرة بتبلغك سلامها. سلامي ليها وقبلاتي لإيديها وولائي يا فندم. علي بي وكل الخلافة العثمانية هدفنا، وإنت رجلنا هنا. ما تنساش إحنا بينا كتير. خدماتكم ليا بتثبت لي كل يوم إن أنا مسنود. إحنا إخوالك علي بي، وبننقل لك سلام أهلك في الكوكاز. أنا تحت أمركم وخدام القيصرية الروسية. قوتك وانفصالك من اسطنبول هدفنا. أيوة، بس واحدة واحدة، أنا لازم أكون في كامل ولائي خصوصا دلوقت. تأجيل ومماطلة؟ لا يا فندم، عقل وتفكير. وبعدين أنا ليا طلب تاني، أنا عايز سلاح جديد، غدارات روسي. كل ده علشان العربي همام؟ عربي اديك قلتها، هو اول الطريق. عشان مصر تبقى في قبضة ايدي لازم الاول اخلص من همام العربي. شوكة قديمة في ظهر احلامكم، ولما اخلص من همام العربي مصر هتبقى في قبضتي، ومصر قلب الخلافة. وبعد كده انا هنفصل واسيبكم تنهشوا في خلافة من غير قلب جثة. واحنا عند وعدنا، السلاح هيجيلك. شكري وولائي للقيصرية يا فندم. يا مرحبا يا مرحبا. مرحب بيك يا شيخ العرب همام. هتسيبوا دم استاذكم واخوي صالح بيه يرقص عليه علي بيه وهو فرحان متشفي؟ والله احنا مستنيين منك الإشارة يا شيخ العرب. وش يعني جواب؟ هيأمرني فيه ان اطردكم وسلمكم ليا، وهيحدد ملكيتي وقلة ادب كتير. ايه قولكم؟ مفيش قول لسان يا شيخ العرب، السيوف والغدارات تتكلم. وانا شيعته قلت له ان همشيكم من عندي. ايه؟ ايوه تمشوا من عندي، تقعدوا برشوك تعملوا ايه؟ انتوا تطلعوا على سيوط وهو لسه غفلان محتار ما فهمش الجواب. تكونوا وصلتوا سيوط بقوتكم وسلاحكم، واللي يملك السيوط يملك الصعيد كله. خطة عجيبة يا شيخ العرب. ولو ملكتم سيوط هتلاقونا وراكم بجيش وذهب وسلاح فوق خياركم، وسوا لحد باب القلعة. انت امرنا وولينا يا همام باشا. لا شيخ العرب، شيخ العرب همام على ما قام يا بيه انك تبقى شيخ عرب. توكلوا على الله عصيوط بسرعه البرق. اوامرك. تقسموا نفسكم فرق، وكل فرقه تطلع من جهه، وما تطلعوش في توقيت واحد، وكل فرقتين يتقابلوا في بلد لحد ججه تتجمعوا كلكم وتكسروا ايوب بيه، ونتقابلوا ان شاء الله في صيوط. عاوز اللي يراقبكم ما يعرفش انتوا مين اللي رايحين فين، لحد ما تتجمعوا الجيش كله عند جرجه وعلى غفله. الغفله تشل العدو وتمكن الصاحب من الغفلان.
حابي وانت واقف له على الرابي، ساعات تزعج وساعات تحابي، هي البطولة تعيش اسمك ولا البطولة انك تعيش؟ يا عم شوف لك دواء مخالف، دواء الزمن بيدويش. انا وحافر في قلبي اسمه والعزل نار وما بتنطفيش، والخصم راجع عارف مواسمه عمره ما يرجع على ما فيش، ياخد بطاره ويطفي ناره ولما يشبع ما بيرتويش.